كما أكد أيضا المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب أن الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين يشغل اليد العاملة العقابية مقابل أجرة تتراوح بين 20 إلى 60% من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، مع ضمان التغطية الصحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. العمل الهدف منه هو أولا هو إدخال في شخصية المحبوسين حب العمل وتمكينهم من الحصول على شهادات في هذا المجال حتى نساعدهم بعد الإفراج لإنشاء مؤسسات مصغرة، أو كذلك يتوجهون هم الآخرين مثلهم مثل الشباب الجزائري إلى استصلاح الأراضي، وحتى يصبحون يساهمون هم الآخرين في الاقتصاد الوطني أو الأمن الغذائي، وكذلك محاربة العود إلى المؤسسات العقابية، لأن هؤلاء الأشخاص الموجودين في المؤسسات العقابية يحتاجون إلى فرصة وأكثر، حتى بإمكانهم أنهم يساعدون ولا يرجعون إلى الجريمة.